إن سمحت الشيخ، هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ، من هم أهل الفترة؟ وهل صحيح بأنه يوجد منهم أحد الآن، علما بأن البعض يقول بأنهم في مناطق في العالم يعيشون بمعزل عن العالم الخارجي مثل أدغال أفريقيا وغابات الصين وغير ذلك؟ سماحة الشيخ، أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالة، هؤلاء هم أهل الفترة، لا سمعوا بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقال لهم أهل الفترة. أما من بلغه القرآن أو بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه من الناس يدعوهم ولم يبالي ليس من أهل الفترة، لكن من لم يبلغه ذلك يقال لهم من أهل الفترة، والصواب بهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم، نسأل الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. في